بالنسبه لنا عبد المجيد الرادي ملصق الجبهه المغربيه لدعم فلسطين ومناهضه الطبيعة في الدار البيضاء، دعينا المسيره الشعبيه الان بمنطقه سباته وهي للمره الثانيه، نريد ان نرفع صوتنا عاليا كجماهير بيضاويه كمغاربه، كيف عبرنا في مسيره الرباط في الاحد الماضي وكيف كنعبروا في العديد من الوقفات والمسيرات اننا ضد الحرب، كنطالبوا بايقاف الحرب على الشعب الفلسطيني بغزه وبلبنان، كنطالبوا بايقاف كل المجازر والحرب الهمجيه المرتكبه في حق الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني. جينا كذلك كندينوا كل اشكال ديال التقتيل والاغتيالات الجبانه اللي كيتعرضوا لها قاده المقاومه في لبنان وفي فلسطين، ولنرفع صوتنا عاليا لنقول اننا الى جانب المقاومه الفلسطينيه وانها محتضنه شعبيا وجماهيريا وانها تمتلك من القدرات ما يجعلها قادره على الصمود الى ان تتحرر ارض فلسطين. جئنا كذلك لنقف اجلالا وتقديرا عاليا لروح القائد السنوار الذي شكل رمزا وبطلا للامه العربيه والاسلاميه وكل شعوب العالم، بل ظل رافعا بندقيته ليس تحت الارض بل استشهد فوق الارض كما يروج الكيان الصهيوني، فهو اصبح رمزا للصمود ورمزا لنضال الشعب الفلسطيني كما كان غيفارا وغيرها من رموز ديال الكفاح الوطني من اجل الاستقلال. جئنا كذلك لنقول لكل اشكال التطبيع والمطبعين سواء في العالم العربي وفي غيرها بان الشعوب غير راضية على ما يجري من أشكال التطبيع. حمد الشدادي عن الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع. جينا اليوم في هذه المسيرة الشعبية من أجل تجديد النصرة مع الشعب الفلسطيني، من أجل استنكار ما يقع في جباليا وفي جميع مناطق الأرض الفلسطينية من استباحة للدم الفلسطيني أمام مرأة ومسمع من المنتظم الدولي والأنظمة العربية الجبانة. نقول للسنوار فإذ مات سيد قام سيد آخر، فهناك آلاف السنوار في غزة وآلاف الشهداء في غزة فلن يتوانوا قيد المتعذب عن أراضيهم، ونحن من ورائهم، نحن الشعوب المستضعفة، نقول لهم نحن معكم، نخرج دائما في المسيرات والوقفات فلن نتوانى قيد أنملة عن التضامن مع الشعب الفلسطيني. وهنيئا للشهداء بهذه الشهادة، وهنيئا لنا بهذه المقاومة التي أثلجت صدورنا وأعادت للأمة العربية عزتها. محمد الوافي عضو السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع. هذه المسيرة الشعبية اللي كنظموها للمرة الثانية في منطقة سباتة ضمن المسيرة والوقفات اللي كتقوم بها الجبهة على مستوى الدار البيضاء، هي يؤكد من خلالها الشعب المغربي وساكنة الدار البيضاء على استمرارهم في دعم الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل اكتساب حقوقه، وأنه الاغتيالات التي يتعرض لها سواء اغتيال يحيى السنوار لن توقف المقاومة الفلسطينية بل ستتعجج على مستوى كافة التراب الوطني الفلسطيني المحتل. ثانيا نريد من خلال هذه الوقفات وهذه المسيرات أن ندعم الشعب اللبناني ضد العدوان الصهيوني الذي يتعرض له. ثالثا نريد كذلك أن نؤكد على أن التطبيع الذي أقدم عليه هو ضد مصلحة الشعبين الفلسطيني والمغربي على حد سواء. ديال والوس الجبهة المغربية لمساندة فلسطين ومناهضة التطبيع، دونك كننظموا هذه المسيرة دونك ديال الدار البيضاء باش نسجلوا الموقف ديالنا لمساندة مع فلسطين. حنا الشعب المغربي كله مع المقاومة الفلسطينية ومع الشعب الفلسطيني، هذا هو لو بروميير ميساج اللي بغينا ندوزو. والميساج الثاني جينا نقولوا بينما الشعب المغربي كيرفض التطبيع
وكيطالب زعما النظام المغربي يخرج بشي تصريح زعما واضح باش يحبس اي مبادره اي ايشانج ولا اي حاجه مع الكيان الصهيوني. راه ما بغيناش يكون عندنا الدم في يدينا، وهذا الشيء اللي كنشوفوا راه بحال ولينا كنشاركوا في الجريمه مادام ما كاينش رياكسيون، ما كاينش شي حاجه اللي كتقول بما التطبيع غادي يحبس. وثالثا ترحموا على الشهداء ونهنيوا الشهداء بحال السنوار، بحال هنيه، بحال نصر الله اللي بينوا لنا المقاومه ديال بصح وماشي المقاومه ديال الهضره في لي بيغو ولا داغيغ لو كلافيي ولا فيسبوك. هذيك هي المقاومه اللي خصها تكون. مريم بالعربي العلوي، دوك مواطنه مغربيه ومقصها بزاف من هادشي اللي واقع. هادشي راه لا يطاق. انا راني تقهرنا وكثير شي كنشوفوا حتى واحد ما بغى يمشي معاهم. واش نشوفوا هكا الناس كيموتوا وكيتحرقوا وداكشي كله وما بقاو ساكتين؟ راه ما يمكنش. بزاف راه فوق الطاقة هادشي. وكنتمناو هاد التطبيع يوقف، لأن ما يمكنش يتقبل التطبيع مع هاد الدولة اللي ما يمكنش نسميها دولة. هاديك راه مجرمين بالنسبة ليا، تطبيع مع مجرمين ما يمكنش نسمح بعد باسمي. ما بغيتش التطبيع انايا وباسمي مسندة كل اسناد الاخوان ديال فلسطين، غزه، لبنان، وزيد حيت حنا ما عرفناش فين بغاو يساليو هادو. راه هما دخلوا لبنان ما عرفتوش يساليو مع لبنان ويدوزوا لسوريا، ما عرفتش فين باغيين كاع يوصلوا هاد السمين، وكل شيء ساكت.